يمكنناش نعملوا كل شيء، يمكنناش ماشي تقول لي ماشي نعمل الموانئ وماشي نعمل الطرق وماشي نعمل الطياره وماشي نعمل السكنه وماشي نعمل الصحه وماشي نعمل التعليم وماشي نعمل. قل لي عندي 5 سنين ديال هذا، شنو الاولويات في هذا العمل هذا؟ الاولويات اللي يمكنني ما بين ما هو اقتصادي او ماكرو اقتصادي وما هو اجتماعي اللي يمكن يجمع بين هذا هو. انا فاش اشياء تتمشي البيدجي قلت على انه تيجيبوا واحد العدد ديال اشياء. حنا اللي تنقولوا بكل امانه تنقولوا هنا فاش نعاود نرجع للسؤال الاول اللي ذكرنا عليه، وانا لان كاين اللي تيقول لك هو صدعتيونا بعد التوازنات الماكرو اقتصاديه، طلعتيونا في الراس، طلعتيونا في الراس بعد تقول لهم اودي الله يهديكم اودي، راه الى 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 زهقتي راه غادي هادشي تاثر ماشي غير على الميزانيه، تاثر اكثر فاكثر على الميزان الحساب الجاري ديال ميزان الاداءات لا بالونس دي بيمون. وتا كيف تنقول لكم ونعود لكم على انه المشكل هو الا ما بقاو لك الدوفيز عمله صعبه اش غادي تعمل؟ غادي تعمل؟ ماشي بقى لك صندوق النقد الدولي تمشي تقترض منه وينزل لك شروط الخزيرات، كيف نزلها لنا في البرنامج التقويمي؟ ها هو بحال اللي تتشوف فيها. نعطيك مثال سهل، دابا تونس معاه من خدامه الصندوق النقد الدولي، الأردن مع من خدامة الصندوق النقد الدولي، مصر. فهمتي دابا هذا هو المشكل. وداك الساعات غادي تبدا تزرب في واحد الإصلاحات اللي لا يمكن أن تتصور، لأن مصر لما ما بقاو لها دوفيز وبقات تدافع شي شوية على العملة ديالها وحلت مشات لو فلوطمون مباشرة، مشات للتعويم، ماشي انه في نظام الصرف تنمشيو نقطة بنقطة ايتاب باغ ايتاب، لا مرحلة بمرحلة، ما مشاوش مرحلة بمرحلة، مشاو للتعميم مباشرة. عرفتي لين وصلت الانفلاسيون؟ وصلت ل 30%. دابا اللي دا تنقولوا لهم عند سلمين راه هادشي عندك توصلوا له. مرحبا بكم مشاهدين الاخبار، هاد اليوم نهضروا على واحد المشكل وقع ونايضه قلبياله بين بنك المغرب والحكومه برئاستها اخنوش. ها هما دابا في الجزائر ما وحلو، كانت عندهم 240 مليار ديال الدولار دو ريزيرف دو شون، عرفتي لا نوصلوا دابا 70 70 ايوا خدم لا بلونش بي. ترجاكم لذاك تنقول لك اودي ان بو دوميليتي ان بو دو موديستي، شوف الحاله وشوف غادي ترتب عليها ماشي لذا جات لا لوا اورغانيك دي فينونس ودخلت التعديلات الاساسيه، لان الا تعمل بها غادي يكون اساسي. علاش؟ لان دخلت لا بروغراماسيون تريانال، دخلت لا بيرفورمانس، دخلت على انه سكي ان سكي نو دو با اتر ديباسي، ان الا مش تعمل لا ماس سالاريال كذا كذا ما يمكنلكش تتعداها، على انه خصك تنزل لي زانديكاتور دو بيرفورمانس، ومنين تنزل لا لوا دو فينونس تنزلها افيك لي تابلو ديالها كلهم. دونك نزلت بطبيعه الحال بدات الاشياء تطبق 2018 بدا و 2019 بدا وما ماشين الى النهايه غادي يمشيو باش تطبق علنا. الا مشيتي في هذا الشيء واما زيد لما دابا انا ماشي ضد لو ديالوغ سوسيال، واخا سيدي عندك الحق على انه واخا تدخل صفر في ربعه ولا واحد في جوج ولا كذا، شنو هو المقابل ديالو؟ المقابل ديالو خصو لاميليوراسيون دو لا برودكتيفيتي،
على الانتاجيه صح حتى هي تحسن، وما غير زيد بلا انتاجيه. وهذا هو اللي قال له، قال له قال له كحوز، قال له داير الحمار قصير. فهمتيني؟ هذا هما دابا دابا ما خصنا شيء المزايدات، لان ما يمكن لي شي انا نجي ندافع على فئه من الفئات ضد المصلحه الوطنيه عليا. محتاجه سيدي، ولكن تنط لي حتى انا، لان ها هو المشكل. والمشكل اللي عندنا انت نزيد ناكد على انه الظلم، بغيتي الظلم الى السياسيين او الجزائر، قالوا سياسيا رئاسه الحكومه من بوتفليقه، ماشي هادو من بوتفليقه، وماشي قبلها من الاول، على انه من نزل الثمن ديال من 2014 نزل الثمن ديال النفط البترول، قرروا انه ما يمشوش للصندوق النقد الدولي. اختيار سياسي. شنو كان الانعكاسات ديالو؟ هي لا بلونش ابي، قالوا للبنك المركزي يلا يلا سيدي باش نخلصوا الاجره الموظفين، يلا يحرك. لا يحرك، لا يحرك. انت شنو قلت لك من 240 ل 70؟ كيف تعمل لها؟ وهذا الشيء اللي وقع لنا في الثمانينات، مع غاية الأسف، هذا الشيء اللي وقع لنا في الثمانينات. On avait un déficit du trésor qui était à 12, on avait une inflation qui était à deux chiffres, 11, on avait un déficit du compte courant de la balance des paiements qui était pratiquement à deux chiffres. Au Kfna, on n'avait plus de réserve de change. En février 83. شنو عملتي؟ تي ريشلوني لا ديت، واللي جاو يقول لك ريشلوني، بغيتي ريشلونمون، دوز اسيدي عند الصندوق النقد الدولي وارى الشروط. هذا هو المشكل اللي مطروح. انا دابا عاود غادي نقول هذا الكلام، هذا ما بغاش الديالوج سوسيال، ما بغاش الزياده، وهذا ضد ما تعرفش شنو. واش انا ما عندي قلب، ما عندي حساسيه، ما عندي زعما الضعيف او كذا، الهضره هادي. ولكن ان بعض الشر اهون من بعض، ان بعض الشر اهون من بعض. هاد الجوج شاعلة بيناتهم، علاش؟ بسبب هذاك التضخم اللي طرا، وبسبب سياسه البنك المغرب اللي رفع من الفائده 3%. اخنوش تيقول لي يعني حزم مصدر مسؤول تيقول بالله ان اخنوش رفع تقرير الملك، وان هذا الملف كله بيد الملك دابا وتيدرسه. ف اخنوش تيبرر انه ما خاص ترفع هذه الفائده دابا وفي هذا الوقت وحاليا، لان تضرب المصالح ديالو عارفين، وتابعوا انتخابات، تابعوا كذا، سميتو الوعود اللي طلقها على الشعب المغربي وما حققهاش ومايضا الروينه عليه. اما بنك والي بنك المغرب راه موظف هذيك، يطبق هذيك السياسه اللي تتعطيه، اللي تتخذها وقرارات اللي تتخذوها، يعني هذيك ما مستافد لا من انتخابات، ما تابعه لا ترشح لا حتى حاجه. شكون اللي متضرر من هذا رفع الفائده؟ هو باك اخنوش السيدي كاين. والمصدر تيقول بان اخنوش التقرير اللي رفعوا الملك تيقول بان هذا التضخم راجع لعوامل خارجيه على الحرب وكذا وهذيك الهضره، وان اسباب محليه قليله ماشي شي حاجه. والبنك المغربي تيقول لك لا، هذا التضخم راجع لضعف الانتاج ديال المغرب، مشكل محلي ديالنا 100%، ما في ما كاين لا حرب لا توزع. وديك النهارات راه شرحنا كيفاش، علاش ترفعت نسبة الفائدة باش تولي 3%، باش ترفع الأسعار ديال المواد الغذائية والخضروات وكذا، والمضاربين وهذوك الشناق وسميتو منين يشوفوا القضية حامضة طلعات، والمواطنين دايرين إضراب على هذاك الشيء، ما تيستهلكوش، ما تيقتنوش هذاك الشيء بكمية كبيرة. هذوك المضاربين والشناقة غادي يخرجوا السلعة اللي مستوكينها، وبالتالي غادي
نتزاوجوا التضخم. هذه هي السياسه اللي ستفكر بنك المغرب. اما اخنوش قال لهم لا، ما كاينش هذه القضيه، وتضرب على مصلحته. راه ما يمكن، لا يمكن. والشعب المغربي راه ما تعرف لا تضخم لا كذا لا والو، تعرف هذه جميله علاش طالعه. صافي، هذا الشيء اللي نوض العافيه على اخنوش. يعني الشعب ما هموش هو في هذيك السياسه ديال البنك المغرب معاه وكذا، وهذاك الشيء هو تعرفها. انتخبناك باش تحقق واحد الوعود ما حققتيهاش، ارى لك المحاسبه، ارى لك علاش. شوف خاصو شي حل لهاد يعني. كاين كذلك وهذا الشيء استقيناه من مصدر حكومي صرح لجريده فانكات هذا الشيء اللي قال لها كاع هذا الشيء اللي نعو باش تعرفوا المصدر. وكذلك هناك مصدر حكومي صرح لجريده الايام، ها هو حدانا هذا جريده الايام، ان الملك هو اللي دابا في يدو الملف، هو اللي غادي يشوف بحل النزاع بين بنك المغرب والسيد اخنوش رئيس الحكومه. يعني غادي يبت في هذه القضيه ونشوف كيفاش باش ان شاء الله نخرجوا من هذا التضخم ومن هذه الحريره وارتفاع اسعار اللي شهدتها المغرب، وخاصه في شهر مبارك شهر رمضان اللي معروف عليه خاصك تقدا كدا بالزايد وسميتو الواحد اللي يبقى يتشهى بعينه ماشي شو يعني بكميات كبيره. فهذا هو المشكل اللي نايض بين البنك المغرب والحكومه باش المواطن تاعو يكون على اطلاع يعرف فين غاديه الامور. ونختموها بالبيان، يعني كان واحد المؤتمر غادي يديرو والي بنك المغرب، ولكن الناس حضروا، الصحافه حضرات، وسائل الاعلام حضروا، ان ما كاين حتى حاجه. جاش والي بنك المغرب وتم تاجيل هذاك المؤتمر، وقبل منه صدروا بيان وتنشر في موقع الرئيسي ديال البنك، ولكن تم الحذف ديالو من بعد ساعات ورجع تاني نفس البيان حطوه. يعني هناك التخبط شي حاجه ماشي تماك. واللي بغى واللي خاص تفهموه المواطنين ديالنا تفهموه بان السياسه ديال البنك المغرب راه مستقل على الحكومه، راه ما تابع ليه حتى في حاجه. يعني هذوك القرارات اللي تخرج بنك المغرب راه بوحدهم، والحكومه حتى هي ما تفرضش على هذا البنك شي حاجه تقول ليه دير دير دير، ما كاين هذاك الشيء منه والو. فهنا منين ناط الصراع بيناتهم والفوضى بيناتهم، فنتحال التقرير اللي رفعوا السيد اخنوش الى الملك باش يبت في هذه المساله ويشوف هذه الفائده واش يرفعوها ولا ما يرفعوهاش ويتراجعوا عليها ولا. المهم هذا الموضوع غادي نرجعوا ليه من يكون فيه جديد. نتمنى ارجوكم الحلقه، ما تنساوش تجيو بارطاجيو وتيكومونطور زوين. الله يعاونكم.